فوز تلو الآخر عزز مكانتيهما في السباق الرئاسي ووضعهما في المقدمة. الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب يسيران نحو مواجهة حامية في الانتخابات العامة إذا ما حصل على ترشيح حزبيهما. هناك انقسام واضح، هناك شعبية لكلينتون قوية جدا، شعبية لترامب قوية جدا، لكن أعتقد أن هناك قلق من 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 المرشحين، وبالتالي سيتم في النهاية الاختيار المرشح الذي يشكل أقل ضرر بالنسبة إلى موقف كل مرشح. رغم تقدمهما على المنافسين الآخرين وحصد معظم الأصوات في الانتخابات التمهيدية، إلا أن شعبية كل من ترامب وكلينتون ليست في أعلى مستوياتها، بل على العكس يبدو انعدام الشعبية وكأنه العامل المشترك بينهما. ترامب الذي بدأ حملته الانتخابية بتصريحات هجومية لاذعة ضد الأقليات والمهاجرين والنساء أفقدته الشعبية بين صفوف نسبة لا يستهان بها من الناخبين الذين ينتمون لهذه الفئات. What it really shows is that Donald Trump has a lot of work to do if he hopes to become president. He is carrying a small and enthusiastic share of the Republican primary electorate at this point, but he is not expanding that electorate. هيلاري كلينتون ليست أفضل حالاً. فآخر استطلاعات للرأي أظهرت أن أكثر من 55% من المستطلعين من الحزبين ينظرون بسلبية لها، مع ذلك ما زالت تتفوق على دونالد ترامب. رغم كل الانتقادات التي تتعرض لها، ما زالت كلينتون تحظى بدعم النساء والناخبين من السود والأقليات. الانتقادات معروفة، أولا أنها تمثل المؤسسة الحزبية، أنها تمثل امتداد لزوجها، هناك شخصيتها القوية، هناك مواقفها في ليبيا في حين كانت في منصب وزارة الخارجية، فبالتالي الناخب الأمريكي عرف كلينتون عبر عقود. نسبة متدنية من رضا الناخبين عن المرشحين، وأرقام تاريخية لم تشهدها الانتخابات الرئاسية الأمريكية من قبل. كلينتون وترامب كل منهما يراهن على انعدام شعبية الآخر، من هنا تبرز أهمية اختيارهما لمن سيشغل منصب نائب الرئيس، حيث سيسعى كلاهما لاختيار شخصية تتمتع بشعبية كبيرة قادرة على حشد الأصوات التي فشل في استقطابها. ناصر أبو دياب، تلفزيون دبي، واشنطن.